نص نهار وثمانية دقائق، مرحبا بكم. موعد جديد على يفهم كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. عندنا أجندة، موعد للرجوع على أهم محصول الجمعة هذية في تونس، في العالم، في السياسة، في الاقتصاد، وعلاش ليه زادة في عالم العروض والفن والعلوم والفلاحة. سميناها عندنا أجندة. الأجندة واللي تهمة في بلادنا، تهمة سبة وقت يتهموك أنك عندك أجندة معناها تخدم الأطراف ما يعرفها حد ضد البلاد، أنه فما ناس تخدم معاهم يسطروا ويخطوا ضد العباد والبلاد. أما احنا عندنا أجندة، وأجندتنا إيجابية، أجندتنا وطنية، أجندتنا تحب تنفع الناس. عندنا أجندة اسم برنامجنا، أجندتنا أنه نحاولوا نتحدث ونحل برسانة وعمق وهدوء ودراية المواضيع اللي باش نخوضوا فيها كل نهار سبت. أجندتنا واضحة، نحاولوا ننفعوكم من موقعنا. مرحبا بكم في عندنا أجندة. عندنا أجندة. أسبوع تاريخي لتونس، تنصيب حكومة رئيس الجمهورية بتأجيل القمة الفرنكوفونية، بتصنيف تونس من طرف لي اجونس دو نوتاسيون بأسوأ تصنيف سيادي في تاريخها. باش نرجعوا لهذا وباش نرجعوا لحاجات اخرين، شنو هي خلفيه خروج الرئيس الجزائري تبون ضد فرنسا وضد المغرب؟ شنو صار في بيروت البارح؟ هل انه باش ترجع الحرب الاهليه؟ في عنا اجنده كل جمعه باش يكونوا عنا زوز اركان قاره. الركن الاولاني لموضوع مصيري حسب راينا للتوانسه الكل، ليبيا. وقتاش باش ترجع ليبيا للحياة الاقتصادية العادية متاحة؟ وقتاش ترجع الدولة قوية في ليبيا؟ لأنه برجوع ليبيا الاقتصاد التونسي الكل باش ينتفع. ضيفنا بعد شوية باش يكون الأخصائي رافع طبيب. الركن القار الثاني يخص موضوع هو زادة مصيري بالنسبة لنا، الفلاحة. وما دراك ما الفلاحة؟ كل جمعة باش يكون عنا ركن اسمه مطمور روما. هذا الاسم التاريخي لتونس، التونس الخضراء. مازالت تونس خضراء ولا لا؟ كل جمعة نرجع مع الأخصائيين لموضوع في علاقة مع الفلاحة. وبداية من ماضي ساعة وربع باش يكون عنا كل جمعة شخصية معنا. الشخصية الأولانية هي شوقي طبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. علاش تم الحكم عليه بالإقامة الجبرية؟ كيفاش عاش الفترة هذه؟ ماذا بقي من عمل هيئة مكافحة الفساد؟ وهل أنه رئيس الجمهورية ماشي في الطريق الصحيح لمكافحة الرشوة والتحيل والمضاربة حسب شوقي طبيب؟ اقعدوا معنا إذن حتى الماضي ساعتين على إي إف إم. نستغل الفرصة باش نحيي أختي صغيرة وميمة العياري اللي خذيت البلاصة هذه مدة عامين مع ستار تايم، ونتمنى لها حظ سعيد في مغامرتها المهنية الجديدة على ديوان. ملاحظة أخيرة، هذا البرنامج خالي من الانستغرام ومن ليزانستغراموز. اقعدوا معنا، هذه آخرتنا حتى الماضي ساعتين. عندنا أجندة. مراد الزغيدي كل سبت من نص نهار لساعتين على إي إف إم، أحلى راديو.